وفي الشأن المصري أيضا، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو أول تشريع مصري يواجه الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت حسب أعضاء في البرلمان المصري. وأعطى القانون المكون من 45 مادة لجهات التحقيق المختصة سلطة حجب المواقع متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أي مواد تشكل تهديدا للأمن القومي. وتضمن القانون 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ ب10,000 جنيه وحتى 20 مليون جنيه. ويصدر القانون في ظل قيام السلطات بحجب عشرات المواقع الإخبارية ومواقع المنظمات الحقوقية الدولية وانتقادات لحالة حرية التعبير في مصر. لمناقشة هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي الذي انضم إلينا في الاستوديو، المهندس أحمد حسين الباحث في تكنولوجيا المعلومات، أهلا وسهلا به. كما أرحب أيضا بضيفنا الموجود معنا السيد ياسر الهواري. أستاذ ياسر أهلا وسهلا بك مرة معنا. ويعني أبدأ مع الأستاذ المهندس أحمد حسين، القانون الجديد يعني البعض متخوف منه في ظل أنه هناك حجب لعشرات المواقع، هناك محاسبة لمن يدون، من يكتب، من يعبر عن رأيه، لكن الدولة تقول أنه جاء لضبط مواقع التواصل الاجتماعي والفوضى في الفضاء الإنترنت. يعني كيف ترى هذا القانون؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والمهندس ياسر والساده الكرام الضيوف. يعني في البداية أنا أحب أقول بس أن مهما كان قوة القانون ومهما كانت قوة الدولة ومهما كانت قوة التكنولوجيا اللي هم بيسعوا ان هم يفرضوها على الناس، فإن السيطرة على فضاء الإنترنت والأخبار والمواقع والكلام ده كله يكاد يكون ضرب من ضروب المستحيل، لأن الموضوع ما هواش بس متعلق بداخل مصر، لا ده الموضوع وورلد وايد، موجود في أكتر من دولة. أنا أقدر أعمل استضافة لموقع في أي دولة، وأقدر إن أنا يبقى عندي زي ماسكينج للمكان بتاعي، يبقى موجود في مكان اخر. طيب ما هو عشان كده يعني بدون ما اقطع كلام، عشان كده القانون ينص على سريان نصوصي حتى على كل من ارتكب خارج مصر جريمه من الجرائم المنصوص عليها في القانون. يعني عندنا 45 ماده يعني، وبالتالي فهيحاسبوا من يعني وجدوا انه مدان خارج مصر. هو بغض النظر هو هل هيقدر يفعل الكلام ده ولا لا، يعني هي النقطة هنا، هل هو هيستطيع ان هو يفعل الكلام ده ولا لا؟ الإجابة بالتأكيد لا. لو قدر ان هو يظبط بعض الناس فهو مش هيظبط بالنسبة لا تتعدى 2-3% بالكثير من الناس اللي بتستخدم الكلام ده. احنا يعني حتى هذه اللحظة احنا بنشوف ان في شركات كبيرة اللي هي باع في الدفاع عن الامن المعلومات، زي مثلا كاسبرسكاي، دي شركة روسي كانت عاملة سيستم كويس جدا، وفي الاخر جم اكتشفوا ان اللي بيدير الشركة دي المخابرات الروسية عن طريق ثغرة بسيطة في السيستم اللي هم عايزينه. فانا عايز اقوله ان مهما كانت المحاولات ان هم يعني يوقفوا هذا الموضوع، لا الموضوع اكبر منهم ان هم يوقفوا. سنعود للتفاصيل في المواد، ربما يعني سيكون لديك تفاصيل تقنيه، لكن استاذ ياسر يعني هل القانون
جاء للتنظيم أم أن القانون جاء فعلا لدعم ما سمي بحجب المواقع، مضايقة النشطاء، محاصرة المعارضين، فلترة الآراء؟ رأيك إيه؟ هو الحكاية أولها وأخرها سياسة. أنا في رأيي أن المسألة مش مسألة تقنية خالص أكثر ما هي مسألة في السياسة. المسألة أنه الدولة استثمرت فلوس كتير جدا في الإعلام ومحاصرة وسائل الإعلام أو الاستحواذ عليها بشكل يعني واضح وقاطع، وحتى هم ما بيخبهوش الحقيقة. والحقيقة أنه العصر بقى مختلف تماما بالنسبة لمسألة الوصول للناس. ما بقاش التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة لوصول الناس. طغت السوشيال ميديا في العشر سنين الأخيرة على يعني على عقول الناس وعلى أسلوب حياتهم وعلى تصرفاتهم وعلى كذا. فبقت الدولة عندها مشكلة. أو احنا بنتكلم على دولة بتنتمي بالكثير قوي للخمسينات والستينيات، ما هيش دولة تنتمي للربع الأول من القرن الواحد وعشرين. هي دولة في الحقيقة هي بتفكر بطريقة الخمسينات والستينيات، ازاي احاصر، ازاي امنع، ازاي احجب، في وقت خلاص لا ينفع تحاصر وينفع تحجب. طيب تعمل ايه الدولة مع الناس اللي ما بقتش تهتم بالمذيع اللي بيقعد قدام الشاشة يقعد يزعق ويشخط ويكلم الناس مش عارف ايه؟ المذيع ده بياخد ملايين والقناة دي بتصرف عليها مليارات الناس راحت لحتة تانية، سوشيال ميديا. طب يعمل ايه مع السوشيال ميديا؟ مش عارف يتصرف ازاي. هذا تفكيره على فكرة انه هو يحاول يسيطر على السوشيال ميديا من خلال انه هو يجيب ناس ويقعدهم ويصرف عليهم ويبقوا دول اللجان الالكترونيه زي ما قال كده انا كاتبتين يقفلوا الفيسبوك. بعدين طلع الموضوع برضو أكبر. مش اكبر من كده بكتير المساله. لا كاتبتين هيقدروا يقفلوا ولا يقدر يجيب واحد يقول له انت تبقى مسؤول عن كتابه الكترونيه، خلاص ما بقاش ينفع. السوشيال ميديا فضل ملعب للناس العاديه. سيبك من النشطاء، النشطاء مش زي ما السلطه متخيله ان هم اللي مقصرين وان هم المستحوذين على العالم. لا، هي الفكره انه السوشيال ميديا بقى موضوع سهل جدا، موضوع بسيط جدا، اي واحد يقدر يعمل اكاونت على الفيسبوك او على تويتر او بتاع وينشر طيب. اللي هو عايزه. فالدوله كل اللي هي بتحاول تعمله ان هي تسيطر على المساله دي. تسيطر عليها بقى ازاي؟ تسيطر عليها بقانون زي قانون تقنيه الماء النهارده اللي هو تقنيه الماء، اللي هو تقريبا يعني عايز يحبس اي حد هو عايزه بس بالقانون. طب خلينا ناخد هذا الكلام وادب بيه الى ضيفي عبر سكايب من اسطنبول، السيد خالد اسماعيل المتحدث باسم حركه شباب السادس من ابريل. استاذ خالد بنرحب بك، ويعني هل ترى فعلا انه هذا القانون فصل زي ما يعني بيحاول ضيفي استاذ ياسر الهواري يشير الى انه الدوله تريد ان تمنع التواصل بين المعارضين او حتى المتفقين في الراي ضد الدوله؟ وده يعني ربما في اشاره الى انه سيسي ذكر وقال في مؤتمر اللي حصل قبل كده مش هيتكرر. هل هو خوف من الدولة من تجمع آراء معارضة على الفضاء؟ مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لضيوفك الكرام، صديقي العزيز الأستاذ ياسر الهواري. أنا يعني شايف الخطوة دي هي خطوة استكمال لمجموعة من الخطوات اللي بدأت منذ اللحظات الأولى لما تلا انقلاب الثالث من يوليو عام 2013، ووقتها تم في نفس اللحظة على طول تم قطع بس بعض القنوات أحجابها أعقبها استبدال مجموعة من الإعلاميين المحسوبين على الثورة زي دين عبد الرحمن ويسر فودة وريم ماجد وخلافهم، يعني تم استبدالهم بمذيعين على شاكلة عزم مجاهد وأحمد موسى، وبالتالي قدر يسيطر عبد الفتاح السيسي على الإعلام المرئي. وده كانت الخطوة الأولى. أعقب ديت مجموعة من الخطوات الأخرى، كان منها أيضا استبدال بعض الصحفيين وتطويع الصحافة وباستعادة أو باسترجاع بعض الوجوه من المحسوبة على رموز نظام المخلوع مبارك زي مكرم محمد أحمد والسيطرة على مجلة الصحافة، ثم أعقبها سلسلة المنع الشهيرة، مئات من المواقع المحجوبة في مصر، آخرها طبعا كان موقع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البلشي. خلينا أقول لحضرتك أنه القرار سبقه بعض الخطوات التمهيدية، يعني ما جاش مرة واحدة، وده يعني استراتيجية بيشتغل عليها النظام. بيبدأ أنه هو يبدأ يدي تصريحات وبعدين ينفي، يبدأ يدي تصريحات وبعدين ينفي، وبعدين يبدأ يطلع بعض من رموز إعلامه عشان خاطر يهاجموا السوشيال ميديا والفيسبوك تحديدا، ثم نسمع كلام من نوعية أنه هيتم ربط مواقع التواصل الاجتماعي ببطاقة الرقم القومي، يعني كجزء من ترهيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. طارة تانية يقولوا ان هم هيفرضوا ضرائب عليه او هيفرضوا رسوم عليه والى اخره. فالخطوات التمهيدية دي كانت بتؤكد ان القرار دوت يعني قادم لا محالة. ولكن خلينا اتفق مع ضيفك الكريم اللي قال انه هو
من الصعب تماما ان انت تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا كلنا في مواقع محجوبة وشفنا في قنوات محجوبة، ولكن الشباب بيتوصلوا لآليات عن طريق المواقع زي الـ VPN وخلافها، بالتالي بيكسروا هذا التعتيم أو هذا الحاجب على الدولة. ولكن خليني أقول لحضرتك أن أنا متفائل جدا بالخطوة دي. يعني الخطوة دي معرفش ليه لما سمعتها تذكرت الوقت اللي قام فيه المخلوع حسني مبارك بقطع الإنترنت عن الثوار حتى يتم. طيب استاذ خالد، خليني اخذ هذا الكلام من واذهب الى الكاتب الصحفي الاستاذ جمال سلطان. استاذ جمال ارحب بك. يعني كثيرون متخوفون من هذا القانون، قانون جرائم المعلومات او تقنيه جرائم المعلومات في مصر، وخصوصا يعني الغرامه والحبس وايضا امور كثيره. لكن السلطات المصرية تقول إن لها الحق في أن تنظم الفضاء الإلكتروني أو الإنترنت من أجل مواجهة الإرهاب ومن أجل ضبط يعني هذه الفوضى. رأيك كيف الكلام ده؟ لا، هو في الحقيقة يعني خلينا نتفق إنه مثل هذه القوانين، يعني تواتر مثل هذه النوعية من القوانين التي تضيق الفضاء العام وتحاصر الرأي وتحاصر تداول المعلومات والأخبار، يعني هي في النهاية تؤدي رسالة سلبية أو صورة سلبية عن النظام السياسي سواء في مصر أو في غير مصر. إنك لما يعني انشغالك الكثير بمحاولة الحصار وخنق المجال العام وتخويف كل من يقول كلمة مثلا يعني غير مرضي عنها، أو من يسرب معلومة أو من ينشر معلومة، يعني هذه تعطي إشارة سلبية، يعني ليس في صالح النظام السياسي إخراج مثل هذه القوانين، خاصة أنه هناك يعني رؤية أو انطباع على مستوى العالم، وهذا ليس خاصا بمنطقتنا، أنه كلما زادت هذه القوانين التي تتصل بتهديد الصحافة أو تهديد عمليات النشر لأي سبب كان، فهي تعني حالة من التستر على الفساد أو الخوف من كشف الفساد. لعلنا نتذكر أنه قبل يومين البرلمان الماليزي انعقد وقرر إلغاء القانون الذي السابق الذي كان يسمى بقانون مكافحة نشر الأخبار الكاذبة. كثيرون على فكرة في مصر الآن يحاكمون بموجب مثل هذا القانون، والبرلمان الماليزي لما لغى هذا القانون قال أنه كان يستخدم لمنع لتخويف الصحافة ووسائل الإعلام من الكشف عن الفساد إلى آخره. فأنا أعتقد أنه يعني هذا من الناحية السياسية، هذه رقم واحد، من الناحية السياسية هذا أمر سلبي ومضر بسمعة النظام السياسي. أستاذ جمال سلطان، الأمر الآخر أنه في الحقيقة أنه يعني المسألة تتم بدون قانون، يعني أنا مش عارف إيه القانون اللي هو يعني إيه القانون اللي أنت مطلع قانون الآن لحجب المواقع الإلكترونية إذا فعلت كذا وكذا. هو المواقع بتحجب بالفعل، يعني إحنا على سبيل المثال موقعنا محجوب من حوالي 7 أو 8 شهور. ده كان سؤالي أستاذ جمال، بدون أي قانون بدون أي شيء. ده كان سؤالي إنه نعم. يعني هل ترى إنه بعد هذا القانون، بعد أن يقنن، يكون هناك قانون وهناك عقاب جنائي لمن يخالف القانون، هل تتوقع أنه هناك طبعا حجب لمواقع كثيرة ومنها كما ذكرت المصريون ومصر العربية وغيرها، هل تتوقع أن تتوسع الدولة في هذا الحجب وهذا المنع؟ لا، هي توسعت بالفعل. احنا وصلنا حوالي الآن، احنا كنا حوالي 20 موقع في البداية اللي تم حجبه، وصلنا الآن إلى حوالي 400 موقع تم حجبهم. وعندما تلجأ يعني حتى موقع مدى لما لجأ إلى مجلس الدولة وخطبوا الجهات المعنية، الجهات كلها تبرأت من القانون، يعني ذهبوا إلى جهاز تنظيم الاتصالات، أنتوا قطعتوا حجبتوا الموقع، قالوا له والله إحنا ما حجبناش شيء، راحوا لوزارة الاتصالات، أنتوا حجبتوا الموقع، ما حجبناش شيء. وبعدين لما تقعد مع موظف أو واحد مسؤول يعني وسيط ويخلص لك يجيب لك من الآخر يقول لك روح حل مشاكلك، يعني وأنت فاهم وأنا فاهم. فالمسألة هي يعني المشكلة الآن إن الأمور لم تعد حتى تدار بمنطق قانون، وإنما بمنطق موائمة سياسية، يعني تراعيني إرادة تراعيك إرادتين كده يعني. فأنا أعتقد إنه يعني هو مناخ خانق ولن يضيف كثير. يعني زمان كان الرئيس السادات الله يرحمه لما خلقه داء وزعل وغضب في 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 أوقاته الأخيرة طلع مجموعة قوانين كده غريبة، قانون العيب، طلع قانون كذا قانون العيب،
يعني في بعض البنود في هذا القانون تذكرني بذلك، يعني يقول لك الحبس والغرامة لكل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. ده كلام عجيب جدا جدا، يعني ايه اعتدى على القيم الأسرية؟ يعني اي واحد قال كلمة مثلا ما عجبتش حد او ضايقته او قال لك انت مش ده كلام مش محترم تلبس فيها قضية. فمثل هذه الألفاظ الفصل، انا اعتقد ان مثل هذه القوانين التي صدرت هي المقصود منها هو التخويف والردع المعنوي والردع السياسي، لكن من ناحيه التطبيق هي غير قابله للتطبيق، مساله فضفاضه. كما ان يعني مساله الملاحقه وبعدين انت عندك ترسانه كبيره من القوانين، اذا كانت مساله تتعلق بالسب والقذف، اذا كانت مساله تتعلق بتهديد الامن القومي، اذا كانت مساله تتعلق بانتهاك الخصوصيه للاشخاص، كل الكلام ده انت عندك ترسانه كبيره من النصوص والقوانين التي تحاكم من يرتكب مثل هذه الافعال. فما الداعي انك انت يعني تفكر في قوانين جديده انا احيانا اعجز عن فهم يعني العقل الذي يرتب مثل هذه الافكار او الذي ينصح بها القياده السياسيه في مصر. الحقيقة شكرا جزيلا السيد جمال سبطان رئيس تحرير صحيفه المصريون. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف سيد حسام فودة عضو تنسيقية الثلاثين من يونيو سابقا. سيد حسام فودة أرحب بك، يعني سؤالي يمكن استمعت الأستاذ جمال سلطان وبيتكلم بيقول الهدف من هذا القانون هو التخويف، هو الردع المعنوي يعني خطوة استباقية ومنع الناس من إبداء رأيهم ومعارضة النظام وإظهار اعتراضهم على ما يرونه في مجتمعهم وأيضا التضييق على حرية التعبير والرأي. رأيك إيه في هذا القانون وفيما قاله ضيفي؟ خلينا اقول لحضرتك الاول نوضح حاجه مهمه جدا، ان النهارده في مصر محتاجين بعض الضوابط وبعض اعاده يعني تقييم لبعض القوانين. عندنا سلطه تشريعيه وبرلمان سواء اتفقنا او اختلفنا عليه، لكن في تشريعات وقوانين من ايام الستينات ما فيش مواكبه ليها للعصر، خصوصا في الجزء الخاص بالاعلام وحريه الصحافه وضوابط حتى النشر. يعني انا طبعا ضد قمع الحريات ومع الحريات ومع ان اي حد يقول رايه، انت حر ما لم تضر، طالما ما فيش ضرر فانت لك مطلق الحريه ان انت تعمل اي شيء وتقوم باي شيء طالما ما فيش ضرر، الضرر ده سواء على الدوله او على الافراد، طالما ما فيهوش سب وقذف، طالما ما فيهوش تعديات وطالما ما فيهوش كذب. انما النهارده للاسف الشديد بعض المواقع اللي محسوبه على الدوله ولا ضد الدولة، الاثنين، مش هتكلم بقى على ضد السيسي او ضد النظام، لا الاثنين، في بعض المواقع المحسوبة على الدولة وبعضها ضد الدولة بينشر اكاذيب وبينشر وجهة نظره الشخصية، هو ما بيقولش الرأي والرأي الآخر، لا بينشر وجهة نظره الشخصية، فده بيرجع بالسلب على رأي الناس وعلى نشأ يعني حوار مجتمعي غير صحيح. وابسط شيء كده لما كان موجود بعض الاشاعات اللي ظهرت ان وزير التموين هيبقى ينزل بعض المواد على بعض المواد الكيميائيه للعقم على رغيف الخبز، موضوع البيض الصيني انتشرت جدا على بعض المواقع اللي هي احنا بنسميها مواقع الصفراء على المواقع دي، والناس على الفيسبوك او على تويتر او مواقع السوشيال ميديا قعدت تعمل لها شير. طيب يا استاذ حسام، استاذ حسام، يعني اذا كان الموضوع الشائعات فالدوله تصدت للشائعات وعن طريق مركز المعلومات بمجلس الوزراء واصبحت ترد على الشائعات، لكن يعني انت ذكرت نقطه السب والشتم وغيرها، وضيفي واخرين قالوا ان كل شيء في القانون المصري، قانون مصري قانون قديم وعريق، وبالتالي من يسب في جرائم السب والقذف، من يتجاوز هناك الرد عليه والحق يعني لماذا قانون يتم تفصيله لهؤلاء الذين يعبرون عن ارائهم على الفيسبوك وتويتر والواتساب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ هقول لحضرتك حاجه، انا النهارده لما اعرف ان انا سب رئيس الجمهوريه ده هعاقب عليه بقانون، مش هسب رئيس الجمهوريه ولكن هعترض عليه بطريقه محترمه. يعني ايه سب رئيس الجمهوريه؟ يعني خلينا يعني انت يعني سؤال، يعني دلوقتي حضرتك قلت من شويه مواقع ضد الدولة، طب ما هو طبيعي انه في ناس يعني ضد النظام، في طبيعي ان هناك من هو ضد النظام ولم ينتخبه ويخطط لان يكون منافسا له وان يزيحه ليحكم مكانه، طبيعي. يعني هل معنى انه بالعكس، ما ده احنا معايا يا ريت ده طبيعي، ويبقى في معارضه محترمه ومعارضه بناءه، ويكون في اراء مخالفه للنظام السياسي بناءه. انما النهارده لما يتشتم رئيس الجمهوريه انت كده معناها ان انت كده هتشيله؟ يعني انا عايز اسالك سؤال، احنا الاخوان كانوا بيعترضوا ايام مرسي ان بعض القوى المعارضه، يعني بقول لك بقى كلام الاخوان، بعض القوى المعارضه كانت بتسب الرئيس مرسي،
بعض الشباب اللي راحوا عملوا مظاهرات مش عارف بالجرجير ولا مش عارف ايه، وده كان واحنا كنا بنرفض ده، تمام؟ يعني احنا وقتها كنا بنرفض ده. ليه؟ انا عايز اعارض باحترام. النهارده ما اجيش اعمل نفس الدور ده لان مش هجيب نتيجه. ليه؟ لان خلاص في قانون هيمشي على الكل. انا النهارده معترض على سياسه الدوله، معترض على وزير، معترض على رئيس جمهوريه، معترض على قرار. ابدا بالمناطق بنقاط محدده اقول وجهه نظري، انما لما نلاقي هاشتاج طلع في وقت او اختفى او بعض القطع يعني الجمل الحواريه اللي بيقولها رئيس الجمهوريه في المؤتمرات سواء مؤتمر الشباب او غيره، وطلع بقى خرجها من السياق عليها برامج معينه والكلام ده كله، ده لو حاجه ايجابيه وهتفيد ماشي، انما كلها نقد ونقد هدام مش بناء، يبقى ملوش اي لازمه. يبقى الدوله وقتها لازم تقول في قانون يا جماعه عشان اللي خالفه هيتحاسب. زي اقول لحضرتك حاجه، انا واحد من الناس شايف ان الفيسبوك رغم ان انا مع الحريات جدا لكن لازم يكون في ضوابط على الفيسبوك. بعد شكرا يعني لك سيد، شكرا لك سيد حسام فود عضو تنسيق الثلاثين مليون، شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي. طيب يعني الحقيقة يعني مهندس أحمد، يعني الموضوع محتاج ناحية فنية وناحية تقنية. هل يعني حضرتك ذكرت أن الدولة لن تستطيع أن تسيطر عليه، لكن موضوع أنه القانون، يعني مثلا أنا أريد أن تجيبنا على هذه النقطة. وفق القانون يعد أي حساب شخص على موقع التواصل أو أي مدونة أو موقع الإنترنت يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام. تعال بقى، لأنه ربما ياسر جنبك وحضرتك وأنا أستاذ خالد إسماعيل ضيفنا ومن يتابعنا كل واحد لديه 5000 متابع وربما يزيد. يعني إيه بقى النقطة دي تحديدا؟ يعني هو عايز يعتبر أن الناس اللي عندها 5000 متابع على مواقع التواصل الاجتماعي ده شخصية عامة، وبالتالي هو مسؤول عن الكلام اللي هو بيقوله، فبالتالي يجب ان يحاسب على كل كلمه بيقولها. لكن المشكله هنا انا عايز ابعد، يحاسب بمواد القانون ده؟ ده واضح، يعني هو واضح من ماده القانون. لكن هي النقطه هنا اللي انا عايز اوضحها، ان الموضوع ما هوش يا جماعه بس اعلام وسوشيال ميديا، موضوع اكبر من كده. يا جماعه افتكروا كلمه السيسي لما كان بيتكلم على حروب الجيل الرابع، الراجل كان بيتكلم على حرب معلومات. هو الهدف الاساسي من القانون ده هو ان هو ياخد معلومات عن كل واحد من الناس المعارضين ليه. القصة يعني كله بالقانون، وكله بالقانون. طب أخطر المواد، حضرتك شفت أخطر المواد بالنسبة للتضييق على المبدعين، على المعارضين، على أصحاب الرأي، إيه هي المواد؟ يعني أنا عايز أوضح مثلا على حاجة. إحنا في نقطة مهمة جدا عندنا، مثلا شركات تكنولوجيا المعلومات. شركات تكنولوجيا المعلومات بعض من التخصصات في تكنولوجيا المعلومات هي حاجة اسمها البنتريشن تيستينج أو اختبار اختراق المواقع والكلام ده كله. القانون هنا بيجرم هذه اللي هي فيما يسمى في الفي بي ان. لا دي من ضمنها جزء من الفي بي ان، يعني لنزل برنامج الفي بي ان دي تكنولوجيا معينه بستخدمها عشان خاطر يبقى ما يتعرفش مكاني فين بالظبط، انا قاعد فين مكاني. لكن النقطه اللي انا عايز اوصلها هنا هي ان البنتريشن تيستينج اللي هو اختبار اختراق المواقع ده زيه زي الهاكينج بالظبط، بس الفرق ان في واحد فيهم ايثيكال وقانوني والتاني ما هوش ايثيكال وقانوني. فهنا القانون ده بيجرم الكلام ده. يعني انا النهارده شركه معلومات جت شركه قالت لي تعالى اعمل لي اختبار، والله يكرمك كده وشوف لي المواقع بتاعتي وشوف لي الاجهزه وشوف لي الشبكه وشوف لي الدنيا واعمل لي اختبار. القانون هنا بيجرم الموضوع ده. تعال نبص على نقطة تانية. نقطة تانية مثلا احنا بنتكلم على كان في مشكلة حصلت مع اوبر وكريم وكان المعلومات. عايزين معلومات المستخدمين. القانون هنا بيجبر الشركات اللي زي اوبر وكريم والكلام ده كله ان هي تقدم بقى البطاقات الائتمانية، تقدم المعلومات للحكومة المصرية في نفس الوقت تقدر تقدم الخطوط السر للمواطنين، انت رحت فين وجيت منين والكلام ده كله. يعني بأي حق الدولة تعرف هذا الكلام؟ يعني أنا واحد ليه خصوصية. إحنا حتى لما شفنا الكونجرس وهو بيتكلم مع مارك زوكربيرج كان بيقول له، الراجل كان بيقول له مارك بيقول له أنت يعني أنا قضيت ليلة في فندق مش عارف، أنت تحب أن حد يعرف أنت كنت مقضي الليلة دي بتعمل إيه؟ هنا دي نفس السؤال اللي لازم الحكومة تجاوب عليه. نقطة تانية هي حتة أن تخزين بيانات المستخدمين. أنت هنا مخزن بيانات المستخدمين بهدف إيه؟ يعني هل انت من حقك ان انت تاخد بيانات المستخدمين وتحطها عندك وتبدا بقى كل واحد يبدا يعمل تحليل واناليسز والكلام ده؟ انا برضو عشان اكون واضح وصريح، القانون فيه مثلا يعني القانون فيه بعض النقط الكويسه، يعني زي مثلا حته الاس ام اس اللي هي البالك اس ام اس، زي مثلا حته الجرائم الالكترونيه ان انت لازم تروح تبلغ. يعني دي نقطتين كويسين في القانون ما فيش مشكله فيهم. لكن انا ضد ان انت تبدا ان انت تاخد الكلام ده وان انت تايفه وتضم فيه
القوانين المعيبه اللي انا اتكلمت فيها من شويه، وتبدا ان انت تحاصر شركات تكنولوجيا المعلومات علشان خاطر كمان تبدا ان انت تمهد لشركات الجيش ان هي تبدا تشتغل وتاخد الكلام ده وتشتغل على عينك يا تاجر، ومحدش يقدر يحاسبها وحد يقدر يكلمها، وتضرب شركات القطاع الخاص اللي شغاله في المجال ده. طيب يعني لا انا الكلام لياسر، يعني استاذ ياسر، يعني خطوره هذا الكلام يعني تقنيا، لكن على مستوى الحرية، على مستوى الرأي السياسي، على مستوى حرية المواطن في أنه يكتب زي أي مواطن خارج مصر، شايف الموضوع إزاي؟ بص أنا يعني وأنا النهاردة أول ما سمعت عن الموضوع، الحقيقة أنه البرلمان عامل الموضوع ده من بدري، من فترة يعني، والنهاردة تم التصديق عليه. افتكرت حادثة حصلت في أثناء الحرب العالمية الثانية في الوقت بتاع الحرب، يعني أنه صدر قرار من الحكومة البريطانية، حكومة تشرشل، بحظر جريدة الميرور البريطانيه، لانها على حسب وجهه نظر الحكومه بتقدم اخبار مش مظبوطه في وقت الحرب. خلي بالك هنا ان احنا بنتكلم على دوله معرضه للغزو من جاره قويه جدا، المانيا، اللي احتلت اوروبا كلها، وخلاص يعني بلد في حاله حرب حقيقيه يعني. ومع ذلك قامت الصحافه البريطانيه وشبهوا تشرشل بهتلر. شوف يعني لدرجه قد ايه، ان هو تشرشل قال انا مش ناوي اكمل على بقيه الصحافه، انا بس الميرور عشان بس بتنشر اخبار مش مظبوطه، واحنا في وقت حرب ومش عايزين هزه، نفس الكلام اللي احنا بنسمعه يعني. طلعوا شبهوه بهتلر، قالوا انه ده بيتصرف نفس التصرفات. تعالى بقى على الناحيه الثانيه، طبعا فضلت معركه كبيره جدا لغايه لما الحكومه تراجعت عن حظر الميرور. الناحيه الثانيه بقى المانيا اللي خسرت الحرب، انا اقول لك المنتصر حصل فيه ايه والمهزوم. المانيا كانت بتعاقب الناس لان لو سمعت اذاعه اجنبيه، انت متخيل انه ممكن طفل يقول كلام في المدرسه غصب عنه انه والده ووالدته بيسمعوا البي بي سي مثلا، يدخل السجن. دي البلد اللي اتهزمت ودي البلد اللي انتصرت. اللي انتصرت هي اللي نصرت قيم الحريه وال يعني حضرتك عاوز تقول انه هذا اسلوب من اسلوب النازيه. طول الوقت الحكومات المستبده بتحاول ان هي تقفل الدنيا على المعلومات. طب خلينا نعدل الكلام. انا هنا المساله يعني من ضمن القانون بيقول لك ايه، تحركات الجيش والشرطه، مين عايز ان حد ينشر تحركات عن الجيش؟ انا موافق ان ما حدش ينشر ويتجرم، اللي ينشر تحركات الجيش والشرطه ده لو هو القانون زي ما انت تفضلت يتجرم، لكن انت كمان الى هذه نقطه متابعه. لكن هي الحكايه في المواد الفضفاضه اللي بتدخل اي حد السجن. خليني اخذ معانا عبر الهاتف من القاهره عماد حمدي القيادي بحزب الكرامه. استاذ حمدي، استاذ عماد ارحب بك. يعني ضيفي بيرى انه هذه خطوات استبداديه الهدف منها السيطره على الدوله وعلى الافراد وعلى المعارضين وعلى من يرفع راسه رافضا سياسات السيسي. ايه رايك في الكلام؟ مساء الخير على حضرتك سنة. وعلى صديق ياسر. بالطبع يعني هو ما فيش اي اختلاف، والهدف واضح جدا، ومن هذا القانون هو تكميل ما تبقى من افواه ومن اصوات، حتى المساحه الضئيله جدا اللي متبقيه للناس على المواقع الالكترونيه او السوشيال ميديا، النظام بيسعى حثيثا انه يقفلها بالضربه والمفتاح. ليه؟ لانه باختصار شديد هذا النظام يشعر بخطر شديد جدا من مجرد الكلام. طب ليه خايف من مجرد الكلام؟ لانه هو في قراره نفسه ممكن ومتاكد انه يسير في الطريق الخطا، وهو عنده تقارير توصيف الحاله تمام جدا، انه منسوب الغضب الشعبي عند المصريين كل يوم يرتفع عن اليوم اللي قبل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا لو سيبنا للمصريين الفرصه ان هم يتكلموا ويعبروا عن ارائهم ونديهم مساحه للحوار او للكلام، ربما يؤدي الامر الى انه يحصل 2011 مره ثانيه، لانه هذا النظام بتركيبته الامنيه وغلبه مكونه الامن العسكري في هذه السلطه مقتنع تماما ان اللي حصل في 2011 هو نتيجه هوامش الحريه اللي كانت ملوحه لبعض الصحف والاعلام والقنوات الخاصه، وما حدث قبل 2011 طب ده مش مطلوب يحصل مره ثانيه، لانه لما بيحصل بيشكل خطر على علينا وعلى امتيازاتنا وعلى امبراطورياتنا وبيهدد مكتسباتنا في السلطان. يبقى الافضل ان احنا نمنع من المنبع. يعني ايه؟ يعني احنا نقفل كل المنابر او كل الثغرات اللي ممكن المصريين من خلالها يتكلموا، وكأن ينقصهم فقط ان هم ينزلوا يشتروا كمامه لكل مواطن، يعلقوا كمامه على بق كل مواطن عشان ما لا يتلفظ ولا يقول ده عجبنا ولا مش عجبنا. اللي حصل في القانون النهارده ان هو بيسعى لاحتكار المعلومه احتكار تام، هو عايز يحتكر المعلومه عشان لا اريكم الا ما ارى، وبالتالي لما يقول لك على معلومه ما فيش معلومه مضاده
هتفني بهذه المعلومه، فانت تفضل عايش بقى. عارف كوريا الشماليه كده لما اقنعوهم ان هم كسبوا كاس العالم، يعني رايحين احنا ماشيين في السكه دي. فالمقصود انه هو يحتكر المعلومه تماما. شكرا. عشان لما يقول لك احنا بقينا كويسين فتصدق ان احنا كويسين، لما يقول لك احنا بنحقق انجازات تصدق ان احنا بنحقق انجازات، لما يقول لك انتوا احوالكم اتحسنت تصدق ان انت احوالك تحسنت، او على الاقل ما يبقاش عندك اللي انت تكذب بيه هذه الاخبار. شكرا جزيلا السيد عماد حمدي القيادي بحزب الكرم، اشكره. كما اشكر ايضا السيد خالد اسماعيل كان معي عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا. واشكر ايضا ضيفي في الاستوديو المهندس محمد احمد حسين الخبير في تقنيه المعلومات، شكرا جزيلا. واشكر ضيفي السيد ياسر الهواري، شكرا جزيلا.